البرازيل يضغط، البرازيل يسجل عندما ينطلق نيمار يراوغ ويمرر ثم يدخل فيستلم ويسجل جول البرازيل وجول لنيمار. المنتخب البرازيلي لكرة القدم أو كما يلقب في العالم بمنتخب راقصي السامبا، المنتخب الوحيد الذي لم يغب أبداً عن بطولات كأس العالم منذ النسخة الأولى. حكاية منتخب البرازيل. يستعد المنتخب البرازيلي للظهور في المونديال للمرة 22 في قطر، وهو الذي يملك الإنجاز الأكبر باعتباره أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب بخمس مرات. ومقابل هذه الألقاب الخمسة احتل البرازيليون المركز الثاني في نسختين فقط. لا يمكن بأي حال من الأحوال عدم ذكر بيلي عند الحديث عن السيليساو، كيف لا وهو الوحيد ليس في البرازيل فقط ولكن في العالم أجمع المتوج بكأس العالم ثلاث مرات. يعج المنتخب البرازيلي منذ نشأته بالكثير من الأسماء اللامعة في عالم الساحرة المستديرة، وعلى رأسهم حاليا نيمار ورودريغو ورافينيا وكاسيميرو وغيرهم الكثير من الأسماء. يقود المنتخب البرازيلي المدرب تيتي الذي وقع في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.